ولكن الزلزال السياسي والعسكري الذي حدث يوم 7 أكتوبر الماضي بطبيعة كان له الصدى الكبير في الشارع التونسي، ومن بينه بطبيعة الوسط التلمذي والمدرسي والطلابي. نحن بلد ربع سكانه تقريبا يذهبون إلى المدرسة أو إلى الجامعة يوميا معنا. فأكيد هذا الحدث أصداؤه وتأثيره وتفاعل الشعب التونسي عموما معه ويطول الحديث فيه. ثريا غربال، كيف تأثر الإطار التربوي، الإطار المهتم بالأنشطة الثقافية، بالتقاكم بالتلاميذ، كيف تأثرت بأحداث فلسطين وما يحدث؟ احنا مؤقتا للحديث تقريبا يوم الى هذه الساعة، من يوم 7 صارت الأحداث، من يوم 8 عمرنا عرض موسيقي في ساحة المدرسة من تلاميذ تونس 88، وتواليت الأسبوع كامل هذيك إلى يوم الأحد إن شاء الله. هذي عنا عرض في ببحر شارع الهادي شاكر، ديما في نفس الإطار مساندة للقضية الفلسطينية. وكانت هناك عروض عديدة عديدة سيحكينا عليها سيد علي وكبا. هو أستاذ حكمة الحمامي دمق، كيف كان الإطار التربوي، كيف تأثرت بالقضية الفلسطينية من خلال الأنشطة اللي تقدمون للأطفال؟ نعم، الحقيقة احنا أمام هذيك الصور الموجعة جدا، أمام الشارج اللي يحس به التلميذ والوجع والألم، من نجمناش نوقفوا موقف السالب من الأحداث، وانخرطنا في تظاهرة سميناها هذيك التظاهرة أسبوع كل يوم لوحة تحت عنوان تحت على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إذا بدينا نشتغل بالأعمال متاعنا من يوم 8 أكتوبر، وبدينا في عملية العرض من يوم 23 أكتوبر حتى يوم 27 أكتوبر. الحقيقة التظاهرة متاعنا لقات تفاعل كبير برشا من طرف الأساتذة، من طرف التلامذة، ولا المعرض متاعنا والمنتوج متاعنا خرج لدار الثقافة، خرج بعد استضافتنا مرة أولى إذاعة سفاقس، واليوم أنتم مشكورين تستضيفوا فينا. إذن هذا هو تليم ذاتنا، إذن حاولنا باش نأثروهم، باش هذيك الوجيعة اللي حسوا بها، هذيك الألم اللي عاشوه ما يقعدش شارج بداخلهم، حاولنا باش عملية وكأنها تنفيس كل تلميذ قلوبنا. نعم، وفي أفكارنا منذ النكبة وتحركاتنا وطوفان الأقصى أكيد جمع فكرنا مشاغلنا. لا أتصور أنه يقتصر دورنا فقط في المدرسة، ما نتصورش هناك ولي لم يتحاور مع ابنه أو ابنته حول القضية الفلسطينية، يعني حتى داخل الأسرة أصبحت يعني من مشاغلنا، من اهتماماتنا نتابعها. يعني مثلا لا أشك أن هناك ولي لم يتفاعل أو تلميذ لم تمسه في الأعماق. فحاولنا أنا بدوري في نادي المسرح في مدرستي أني نحاول أني نعطي فرصة للصغيرات أنهم يعبروا، عبر بالقلم بالصورة بالأنشودة بكل ما تستطيع أن تعبر عن تضامنك مع أطفال غزة. فالفرصة كانت متاحة للجميع، وتمكنت أني نعطيهم مجال للإبداع فأبدعوا، عبروا فأبدعوا، سواء كان مسرح، أنشودة، تعبير جسماني، قصيدة، وسنرى العينة. ماشي. أسأل شوفي أطفال مثله قاعدة تموت، يعني عندي تلامذة كي نجبد تقوم تبكي، يعني تجبد الأحداث تحسها نفسية تعبة، يعني مرتجين من داخلهم، أما كلنا عاجزين ما عنا ما نعملوا إلا إنه ندعيه ونساندوا بالكلمة وبالإحساس وكل هما نفسهم عايشين هيك الأزمة. مساندة فكرية إذا نجمو نقولوا، خاطر يزمو هو يفهم كما قال، إحنا عنا جيل يلقى في كم هائل من المعلومات ما عندوش حتى الوقت باش يستوعبها. يعني عندي نخرج مرة خارجين في مسيرة، تلميذة تقول لها غزة غزة رمز غزة، تقول لها قتلة خي غزة ولا فلسطين، احنا نتكلم عليهم، يروح تقول لها غزة، تقول لها كي تتحرر غزة معناها نكملوا نخرج تحرر فلسطين، معناها مش فاهم حتى شني غزة شني فلسطين، هو يتبع في التيار وماشي برا. دورنا احنا
ما تصيرش كي نوقفوا ساعات ونوعيوا تلميذنا ونحسوا شنو هي شنو هو القضيه، شنو هي فلسطين، شنو تاريخنا، باش ما نسكتوش عليها. راهي قضيه فلسطين كما قالت عايشه فينا الكل، معناتها مش كان فلسطيني، تونسي فلسطيني والعربي. وهيك علاش الساعه جبت حابين نديها جثه هامده اشلاء وتحكي وتقول ولدي مات وراجلي مات وعائلتي الكل غير موجوده، وتلقاها بتلك بذلك الشموخ وبتلك العزه، ومازالت قادره انها تناضل ومازالت عندها ما تقدم. ما نجمو كان نوقفوا اجلالا لهذيك القوة وهذيك الروح الانتصارية الكبيرة برشا. اذا هما في مباني مهدومة، ما عندهمش حتى لي زاقي، حياة لا تشبه اي، ما فيهاش حتى مقوم من مقومات الحياة، الموت منتشرة في كل مكان، ومع ذلك عندهم قوة عندهم صمود، يعطيونا دروس احنا لا نتحمل الصورة وهما متحملين الوضع. ماذا عسنا ان نقول امام هذه القوة الجبارة؟ نعم. كان ما نجم نقول كان نحن فلسطينيين، نحن مع فلسطين، هذه الارض يجب ان تعود الى اهلها. والشارع شفت الساسة، موقف الساسة لا يهمنا، اما الشارع العربي الشارع الانساني بصفة عامة تفاعل مع طوفان الأقصى، واللي صار في 6 أكتوبر كونوا هناك عودة جديدة للوعي بالقضية الفلسطينية، سواء في صفوف الشباب ولا في صفوف العالم المجتمعات الكل، خاصة منها المجتمعات الغربية. رأوا المجتمعات الغربية ما كانش تعرف ماذا وقع في فلسطين وما حقيقة هنا الإسرائيليين في فلسطين، وكيف وقع تهجيرهم من أوروبا إلى فلسطينيين، وكيف استوطنوا واستولوا على المكان. صار هذا الوعي يوم 7 أكتوبر، هذا هو البلوس اللي لازم نحوله إلى استثمار، رغم الضحايا رغم الأموات رغم الإبادة رغم كل شيء. لا أستطيع أن أفلت بالطبع، لأن دائما نكون مسيرش. أحكي بالدرجة، أحكي بالدرجة سيدنا. خاطر لازم نتبعوا يعني قضيتنا، خاطر هيك علاش. وانا وظفت وانا قمت بالرسم خلال الرسم على القضيه دي من خلال تقنيات عديده، وشيء من في من خلال تظاهره كل 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 يوم لوحه في معهد ابن الشيخ. أعود يا علي العامري، هذا الجيل يختلف على جيل السبعينات، جيل الثمانينات، جيل الستينات، تلك الأجيال التي عاشت القضية الفلسطينية، عشناها مع الأغاني مع الأفلام مع عديد الأشياء، مع وجود الفلسطينيين عندما جاءوا التجوا إلى تونس سنة 82 بعد حصار بيروت، أشياء كثيرة. الآن اختلف الأمر، أصبحنا نعيش في زمن الفيسبوك، زمن التيك توك، زمن الصورة المباشرة الصادمة. نعم أكيد سي فيصل، الجيل الحالي يختلف اختلاف نوعي وجذري عن الجيل العربي عموما والتونسي، بسبب طبعا سبب بديهي جدا هو ثورة المعلومات وتطور التكنولوجي اللي حاصل، كما أن السياق السياسي الراهن يختلف من حيث التعبئة، الإيديولوجيا، التكوين السياسي. تعرف أكيد فترة السبعينات وحتى الستينات، السبعينات الثمانينات كانت فترة تنضخ بالإيديولوجيا، بالاتباع، كان الطلبة معناها لهم انتماءات سياسية داخل الحرم الجامعي يدافعون عنها بفكر حينا وبعنف ربما حتى أحيانا. ربما هذا المخاض أفرز اليوم عديد والعديد من الأسماء اللي هما نخبة البلد اليوم في الثقافة في الفكر في الجامعة غيره. اليوم اختلف في المشهد، وانا شخصيا نقول الجيل الحالي ديما ما يختلف في 3 بي نسميه، بمعنى انه البي سي البورتابل والبارابول. هالثوره المعلوماتيه هذيا خلت الطفل اليوم اللي احنا ننظر له انه مراهق او طفل عمره 15 عام 14 عام، امامه كم رهيب جدا من المعلومات من الصور من المعطيات من هذا ايجابي من حيث الوصول الى المعلومه، طبعا سهوله الوصول الى المعلومه. يعني ما كان الطالب أو المهتم أو الناشط السياسي أو الثقافي في السبعينات
ربما يسافر من مدينة إلى أخرى من أجل البحث عن عدد مجلة أو كتاب، اليوم كما يقال بضغطة زر يتحصل عليه. ثقة من عزف هي بالفعل فيصلية عينة، مما يعني حاولنا أن نزرع في نفوس الأطفال من حب لغزة، من اهتمام القضية الفلسطينية. حاجة أخرى مررناها للأطفال إلى جانب الفن، إلى جانب الرسم، إلى جانب الإبداع، هي المد التضامني. يعني كيف نحكيه على الهلال الأحمر، كيف نشجع صغيراتنا على المد التضامني. وكانت هبة كبيرة جدا من الشعب التونسي أكيد. خاصة للتضامن مع الشعب الفلسطيني. حاولنا نمرر القيم متاع المد التضامني لصغيراتنا في حملات تحسيسية، في سلوكات. صغيرات جابوا لي الحصالة يا نيستي، والوليد يعني بالحصالة يا نيستي راني هيكش عندي، والوليد جاب لي طعم تاعك يعني أدوية بسيطة في كل الدار يعني استيو بالحق. صغيرات ملابس تبرعوا وقاموا بحملات مد تضامني. حاجة أخرى مررتها لصغيراتي وحاجة يعني روعة اللي احنا تعلمناها من أطفال غزة، هي احترام النعم. احنا نشوف في أطفال غزة شربة الماء النظيف أصبحت حلم، الرغيف الطازج أصبح حلم. فالطفل عندما نعلمه احترام النعم، تصور يعني سينشأ جيل قوي متزن. الطفل في تونس يعني متمتع بكل الحريات بكل النعم، ماما تهز وبابا يجيب واللومج. فالأزمة اللي في عيشة الطفل الفلسطيني وفي غزة نجم نمرروها إلى طريقة أسلوب للحياة، أسلوب أنك تعلم صغيرك أنه يحترم النعمة اللي هو فيها، أنه ما يحاولش يكون يعني يتمرد على الوضع، سواء الوضع العائلي، الوضع البلاد يعني. إذن دروس تعلمناها من أطفال غزة ومن طوفان الأقصى. أستاذة حكمة، دروس كثيرة تعلمناها من قضية فلسطين، هذه القضية خاصة لابد أن تمريرها لتلاميذنا. أكيد شفت كما قلت لك أنا، راه الصور اللي شافوها الصغيرات أثرت فيهم برشا، وإحنا الحقيقة تلقفناها وحطيناها. قدمت معرض فنون تشكيلية من طراز رفيع جدا. رفيع جدا الحقيقة. أنا منذ قليل سي علي وكتحدث على جينيراسيون تاع بي 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 هكا، ولا بي 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 لي تروا بي. صحيح عندهم خصوصيتهم، أما راهو عندهم نضج ووعي كبير برشا، وتعبيراتهم مختلفة جدا على تعبيرات جد جيل السبعينات والثمانينات. راه التلميذ وقت نعطيه الفرصة ونعطيه المجال ونعبيه ببعض الأبعاد الإنسانية والقيم الإنسانية ونفسح له المجال، ما يجم كان يبدأ وما يجم كان يعطيني إضافة، وإضافة متميزة جدا على جميع المستويات. الحقيقة المعرض اللي كان من إفرازات 7 أكتوبر كان متنوع جدا، كل تلميذ عبر عن موقف معين، عن رؤية معينة من زاوية نظر معينة بأسلوبه الخاص. معرضنا كان متنوع في مستوى تقنياته، متنوع في مستوى أفكاره، على جميع المستويات الحقيقة. مش مترك المجال، انا سامحني بعد اللي سليمان حتى مش سليمان بركات مش يحكي شويه على اعماله وبعد نرجع نحكي على بقيه الاعمال. سليمان حب نقولوا له سليمان مش سليمان، تفضل سليمان. خدمت مجموعه من كونه مزوز من الصور من تحت عنوان سنرجع يوما. التصويره الاولى وظفت فيها كخلفيه علم فلسطين، وضغط فيها مسجد الأقصى، وشخص يبكي ويمسح دموعه ويجفف دموعه بعلم فلسطين. ثم كإضافات وضفت زخرفة العربية لتبين عربية فلسطين، وكتأثيرات ضوئية وكلمة البشبعات البيضفرين الملتزمة. هوني نشرح ونحلل ما معنى موسيقى ملتزمة. عاد النشاط الثقافي اللي يحط في عناوينه أو في الأفيش أو في صدارة الاهتمام القضية الفلسطينية، وهذا مهم. ثم الثقافة اللي يصنعها المحترف بين الفريق، من يعني مثلا نشوفه رمز من رموز المسرح التونسي، مثلا مدام جليلة بكار
قدمت مسرحية البحث عن عايدة من سنوات وسنوات. وهي وهذه المسرحية ما تتم نشرها ككتاب، وهي صاحبة النص طبعا التأليف وتمثيل الكبيرة جليلة بكار. نعم. كذلك هذا عمل قديم ولها عمل جديد حديث جدا سنة 2023 أعتقد بعنوانه بشر. نعم. بالاشتراك مع ابنتها المخرجة آسيا جعايبي. الآن تقدم هذا العمل في قراءات صوتية في فضاءات ثقافية مختلفة، طبعا بمقابل مادي رمزي، وعائدات هذا العمل الثقافي مع الهلال الأحمر التونسي مع التنسيق بمختلف المؤسسات يرجع لفائدة الشعب الفلسطيني في مختلف احتياجاته. هذا واجب. رغم ذلك لا، هذه الأنشطة اللي هي صلت عليها الضوء لا نراها لا في التلفزيون لا في البرامج الإذاعية للأسف، نجدها لا نسمع عنها إلا بالصدفة سواف في بعض الكتابات. هو هذا موضوع آخر نرجع لطبيعة المرحلة، أنه الآن نعم. أصبح يعني وكأنه وجود المعلومة والخبر في صفحة على الفيسبوك وكأنه يعوض المحامل الرسمية واللي تكون أكثر انتشارا. احنا لو احصائيا مازالت في بلادنا التلفزة والإذاعة الرسمية والخاصة هي الأكثر استماعا والأكثر إقبالا من المواطن، لأن صفحة الفيسبوك عكس ما نظنه، ربما فما برشا فئات من شعبنا ما عندوش القدرة ولا الوقت وإلا حتى الكفاءة حتى يتابع. نعم. ولكن التلفزة راهي توصل لكل بيت والإذاعة توصل لكل بيت، وهوني نرجو لمهمة التنوير العام. هل الدولة متاعنا عبر وزارة التربية وإحنا مربين وقائمين على رسالة لأجيال، هل وزارة الثقافة، هل كل مؤسسة الدولة لها مشروع ثقافي واضح، وهل في صلب هذا المشروع القضية الفلسطينية؟ لأن الثقافة خطورتها وأهميتها شديدة، أنها تتجه إلى العقل الباطن. أنت ربما تعمل 20 محاضرة أكاديمية على القضية الفلسطينية، ستستمع إليك النخبة، الجامعيين، المثقفين، ويناقشوك في فكرة، في معلومة، في معطى. ولكن الإنسان البسيط ربما أغني لمارسيل أو لجوليا بطرس أو فيلم أو ناجي العلي للراحل العظيم عاطف الطيب أو غيره، نور الشريف. نور الشريف طبعا تترك أثر عميق في الشخصية التونسية حتى ينتمي ويعي انتمائه. اليوم لو سألت أي تونسي على اختلاف المستوى الاقتصادي الاجتماعي غيره سيقول لك أنا مع فلسطين قلبا وقالبا، ولكن المثقف والذي يزعم بالكلمة منتشرة المثقف العضوي نسبة إلى جرامشي هو الذي يحمل هموم شعبه وهموم أمته. إذا المثقف اليوم ما يقومش بدوره في إيصال هالرسالة لإنسانية، قبل ما نقول قضية عربية أو قضية إسلامية فلسطين، هي قضية عدالة، قضية عالم معاصر يتبجح ويدعي ويصم أذاننا صباحا مساء عبر وسائطه الإعلامية بحقوق الإنسان. اليوم عندما اتضح محك حقيقي لحقوق الإنسان أصبح قصف غزة يعتبر دفاع شرعي عن النفس من قبل الكيان الصهيوني، أما العمليات الشرعية التي تقوم بها المقاومة تعتبر إرهاب، وكأن هذا الإرهاب اخترع هذه الأيام. هو مصطلح نعمل أي حاجة باش نحقق حلمي في أني نسترجع أرضي، وهذا أوك تشوفها أنت الحلمة تحولت الطفل التونسي أنه يحلم أنه يصير عالم متفجرات باش يعين الفلسطيني أنه يحقق حلمته في أنه يسترجع أرضه. أكيد أكيد راو حلمة فلسطينيين كما قلت لك تخلي التلميذ كي يعيشها يقول أنا هين جدا أني نحقق حلمتي في النجاح، وهذاك هو اللي أكيد بشي أثر به. أستاذة حكمة كلمة خيرة نقولها في هذه السهرة. إذن الكلمة الأخيرة ما عسي أن أقول إلا على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات فلسطين. إذن الحرية للشعب الفلسطيني، فلسطين لن نحررها إلا الفلسطينيون، سنكون لهم جدارا خلفيا باللون بالرسم بالأغنية بالشعر بالشارع بالحضور في الشارع بالضغط أمام السفارات. الشعب العربي والشعب الأوروبي الكل تحرر من المواقف السياسية ليدعم القضية الإنسانية. إذن الحرية لفلسطين، وربي يرحم إن شاء الله نحتسبهم عند الله شهداء. ربي قويهم وربي يشد فيهم حتى يصلوا إلى تحقيق أحلامهم. سليمان بركات كلمتك الأخيرة في هذه السهرة بماذا خرجت؟
نحب نرحم على كل شهداء فلسطيني. نعم. وربي يصبرهم ونحب نحيي كل اللي يستمعوا فينا التو وعائلتي والبروفيت نعرفهم اللي قرأونا نعرف وصحابي وقول الجهاد الجهاد إما النصر والاستشهاد. يعطيك صحة سليمان. أسأل إيمان بن سعيد كلمتك إيمان. يؤسفني أن يقول بقالنا كان الكلام نعبر به ونقف به معهم. عندي كلمة صغيرة للشاعر أحمد مطر. يا قدس يا سيدتي معذرة، فليس لي دان وليس لي أسلحة، وليس لي ميدان، كل الذي أملكه لسان، والنطق يا سيدتي أسعاره باضها، والموت بالمجان. يعطيك الصحة على الاختيار، واختيار الشاعر الفلسطيني الكبير أحمد مطر اختيار جيد جدا. أسأل البنية يسرى شو تقول كلمة أخيرة؟ ألقي التحية على أنيسة الدرة. نعم. وكل المستمعين وشكرا على الاستضافة. نعم، ونحب نحيي والدتك، تحية للوالدة اللي كانت معنا. مرحبا. شكرا الله فيك، شكرا على الاستضافة، ونحب نحييك سي فيصل، ونشكر أنيستي درة على المبادرة هذه، ومستمعين إن شاء الله، وفلسطين ديما حرة إن شاء الله. نمشيو لأنيستي درة إلى الأستاذة درة المسغني. شكرا أستاذ فيصل. الحرب هي اختالت فرحة الأطفال، لكن لم تختال حلم الأطفال، فمن يريد يستطيع. هذا ما يمكن أن نعلمه لأطفالنا، يعني أطفال الحجارة وبلاد في المحاصر، واستطاع أن يصنع السلاح وأن يقاوم. فدائما شعب مقاوم، والانتصار لفلسطين. سيزهر الليمون والزيتون، وتعود الطيور للسقوف المهاجرة. نعم، كل الشكر سيدة درة، سيدة علي العامري، خالد منير، الاسمين معن هما علي عامري خالد منير. تفضل كلمة الختام علي. الشكر لك سيدي فيصل ولكل العاملين في هذا البرنامج وإذاعة صفاقس عموما. إن شاء الله نكون خفاف خفاف الظل على الناس، إن شاء الله أفدنا، وأنا شخصيا استمتعت، وهذا أهم شيء بالنسبة لي، أني استمتعت بالحضور، استفدت، فرصة طيبة. احنا ممكن بضغط الحياة اليومية بعد عام شهر يوم أسبوع سننسى هذه الحصة، لكن بنتي يسرى أختي إيمان وأخويا سليمان ربما يعطينا ويعطيك طول العمر. مش تذكروا النهار هذا أنه أنا مشيت الإذاعة. علاش مشيت الإذاعة مع أنيستي ولا مع أستاذتي؟ لأني تحدثت عن فلسطين، لأني كتبت عن فلسطين، لأني رسمت عن فلسطين. هذا المهم. وليداتنا طاقات ما شاء الله عليهم، الحياة أمامهم، أكيد زمنهم مش يكون بتعقيدات ومعطيات تختلف نوعا ما علينا. ما نقولش مهمتهم أسهل، ربما أسهل ربما أصعب، لكن هم أكيد أنهم جديرين بحياة كريمة، وأنه أكبر خدمة نقدمها للقضية الفلسطينية ولكل القضايا العادلة في العالم هو أن نبني تونس مزدهرة وعادلة وقوية ومنيعة أبد الدهر. كل الشكر علي العامري، سنرجع يوما كما غنت.